مانشستر يونايتد، هذا الفريق اللي طغى وتجبر تحت يد السير أليكس فيرغسون وكان بين عمالقة أوروبا. الفريق كان من الآخر، والحين الفريق قاعد يعيش مشاكل كثيرة على يد الكثير من المدربين، منهم ديفيد مويز، فان خال، جوزي مورينيو، أولي غونار سولشاير، تنهاج، والحين محبوب الجماهير المدرب الطموح روبن أموريم. وأكيد كل مدرب يجي يدرب مانشستر يونايتد المشجعين عندهم أسئلة كثيرة، وأكبر سؤال وكل مدرب لازم يجي لها سؤال، هل هذا المدرب هو حل مانشستر يونايتد أو لا؟ وإدارة الفريق أعلنت عن خطة إنه لازم نفوز بالدوري الإنجليزي بحلول عام 2028، وهل فعلا المدرب يقدر يحقق الدوري الإنجليزي بحلول 2028؟ ففي هذا الفيديو حبيت أشرح هل روبن أموريم هو المدرب اللي بيوصلنا للدوري الإنجليزي، فاللي بسويه بسير بشوف الإيجابيات اللي بيقدر يجيبها للفريق وبشوف شو سلبياته وشو أمنياتي إنه يوصلها للفريق عشان نقدر نفوز بالدوري لين سنة 2028 إن شاء الله. قبل لا أبدأ، محمد أحمد معاكم، كان عندي سيزن تيكت، عندي سيزن تيكت من 2019-2020، كان عندي سيت، كان عندي سيت في أولد ترافورد، فحبيت أقول رأيي عن المدرب الجديد. فإذا حابين تسمعون عطوني سبسكرايب عشان أعرف أزيد من هالمواضيع، أو تبون مواضيع ثانية خبروني عنها في التعليقات. أكيد كل مشجعي مانشستر يونايتد يدرون أن السنة اللي طافت الإدارة تغيرت، سير جيم راكليف اشترى نص مانشستر يونايتد من الجليزرز، فالحين عنده كل سبورتينج ديسيجنز على قولتهم عنده هو، والحين هالسنة أول مدرب هو يجيبه للفريق، فيعني روبن أموريم هو أول مدرب لسير جيم راكليف، أول مدرب للإدارة الجديدة، فنقدر نتوقع أنه في الجانوري ولا السمر بيكونون يدعمونه، يدعمونه بالفلوس، يدعمونه باللعيبة اللي يبغيها، يدعمونه بأي شيء يبغيه، لأن هم كإدارة جديدة يبون المدرب اللي هم جايبينه ينجح. وأنا تنهاج كان عندهم لسنة نقول، بس يعني مو بنحنا اللي مشترين، عرفته، فالإدارة اللي قبل مشترينا، فالمشكلة مو بعلينا، الحين بتكون مشكلة عليهم، فيبون المدرب ينجح. هاي أول نقطة. ثاني نقطة، لأن الإدارة الجديدة غيرت وايد من شكل النادي، غيرت وايد من الموظفين، من الكوتشز، غيروا الشكل العام للنادي عشان المدرب يوم يجي يكون عنده كل شيء يبغيه. والنقطة الثالثة، لأن الإدارة أعلنت أن احنا نبغي نفوز بالدوري الإنجليزي بحلول 2028، يعني ما عدنا إلا 4 سنين، 2024 نحن فيها، 2025، 2026، 2027، 2028، بس نحن الحين السنة خلصت، فيعني هالسنة، السنة الجاية، اللي بعدها، واللي بعدها، هذا البلان. فسؤال، هل نقدر ولا لا؟ لكن قبل أجاوب على هالسؤال أبغي أشوف الإيجابيات والسلبيات على المدرب، لازم نحلل المدرب أول شيء عشان إذا نقدر نجاوب على هالسؤال. واحد من أهم الأسباب اللي تحمسنا لروبن أموريم اللي هو كان يدرب سبورتنج لشبونة من 2020، في موسم 2020-2021 فاز بالدوري البرتغالي، واللي هي سبورتنج كانوا مو فايزينه من 19 سنة مو فايزين في الدوري، وفازوا بالدوري في أول سنة يدربهم. يعني شو نتكلم، نحن مانشستر يونايتد متى آخر مرة فزنا بالدوري؟ 2013، سير أليكس فيرغسون يعني جايب لنا حقنا، غير عن شيء كاس رابطة، كاس ما أعرف شو، بس دوري أزيد شيء وصلنا الثاني، بعد في فرق وايد كنا بين السيتي يعني. فهي روبن أموريم فاز دوريين برتغاليين ويا سبورتينج بعد، مو بس دوري واحد، ففي حماس وايد لهذا المدرب إنه جاي لمانشستر يونايتد. خلينا نتكلم عن إيجابيات اللي روبن أموريم يقدر يجيبها لمانشستر يونايتد. أول إيجابية إدارة اللاعبين، يعني من قرروا إنه يجيبون روبن أموريم قاعد أشوف بريس كونفرنسز حق اللاعبين، لاعب واحد كان اللي هو الكابتن حق سبورتينج قاعد يتكلم عن روبن أموريم. بالملخص كيف المدرب يشوف اللاعبين، واللاعب نفسه يقول أنا زعلان، وكان بيدمع حتى في البريس كونفرنس إنه أنا زعلان إن روبن أموريم بيطلع علينا، وروبن أموريم نفسه يقول أنا أهم شيء عندي إن اللاعبين يكون شعورهم زين وهم جايين يلعبون ضد السيتي، إن they feel well, they feel happy، إن الفريق مستانس، الفريق مستقل، الفريق يبغي يلعب بالطريقة هذه ضد السيتي، مب أنا المدرب أنا بقولكم شو تلعبون لا، يشوف اللاعبين
واهتماماتهم وشعورهم. يعني كان يقدر يقول انا خطتي تشي وخلاص اللاعبين لازم يسوونها. اذا هو عنده كان عندهم الحين 3 سنين بيقول اللاعب انا اهم شيء شعوره كيف بيدخل انهم موافقين. يعني حسيت الشيء مستحيل ولا مدرب مانشستر يونايتد تشي بيقول يعني. فهي المدرب روبن امرم يهتم لمشاعر اللاعبين وحسه واحده من اهم الايجابيات. يعني خلينا نقول راشفورد، مرات راشفورد يكون موجود في الملعب تحسه ما يبغى يلعب ولا ما عنده الرغبه انه يلعب، تحسه يمشي ما عنده الشعور. مو بس راشفورد، وايدين من اللعيبه. فانا اشوف ان مدرب يهتم للعيبه، يهتم لكل شخص، يهتم كيف بيلعب ويشوف كل لاعب شو ايجابياته وسلبياته للمنظومه، فبيتكلم يا انا ابغيك هني انا ابغيك هناك ومن هالقبيل. يعني من الكلام اللي كان على سبورتنج لشبونه وايد يهتم للعيبه اللي عنده، وايد يهتم لكيف يوظفهم في المنظومه وشو اللي يحتاجهم منه. تاكد ازيد ايجابيه لروبن امرم للفريق لمانشستر يونايتد هي اداره اللاعبين. فمنشوف هل اللاعبين بيستجيبون للمدرب ولا لا. الإيجابية الثانية أسلوب جديد داخل الملعب. خلينا نتكلم فيه عن الأسلوب، نفتح تلفون نتكلم عن أسلوب مانشستر يونايتد. روبن أمرم يبغي يلعب 3-4-3، يعني الحارس أونانا موجود طبيعي، مزروعي على اليمين، سنتر باك مارتينيز، لينيورو، ديليخت. هذه الخطة مالي بس امشوا وياي. روبن مزروعي على قدام، دالت خلينا نقول على اليسار، بعد على قدام كأنهم في الوسط، فثلاثة مدافعين. بعدين في الوسط تقدر تجيب مينو، تقدر تجيب أوغارتي في الوسط، فثلاثة أربعة. وفي الهجوم راشفورد بدال سترايكر خلي شوي على اليسار، وبرونو خليك انت شوي على اليمين، هويلاند في النص قدام. فتقدرون تشوفون يعني 4 في النص، 3 في الهجوم، 3 في الدفاع. هذا الحلو في هذه التشكيلة ان تقدر تغير على، يعني تقدر تتأقلم على مجرى المباراة. يعني قول مثال يوم كانوا سبورتينج يلعبون ضد السيتي، يعني نفس الشيء الليفت وين باكس والرايت وين باك، يعني مزروعي ودالت هني، دخلهم شوية على الجانب وشوية دخلهم زيادة، فاستوى الدفاع 5، استوى الدفاع 5. فهني تقدر تنزل برونو أزيد، فتقدر 5-4-1، تقدر تخليهم بزيادة هني 5-2-3، تقدر تسوي وايد أشياء بهذه التشكيلة. بس إن دالت ومزروع يقدرون يقدمون لك على قدام إذا كنا نبغي نهاجم بزيادة، فاكو 3 حتى تقدم أوغارتو، تقدم مينو، هذا كهجوم. شوف كيف أونانا يقدر يجي لك هني زيادة بعد، ولا على اليسار بالعكس هني مارتينيز. تقدر تسوي وايد أشياء بهالتشكيلة. فهذا الاسلوب الجديد للمدرب الجديد، يحب يلعب 3-4-3 بس يقدر يتأقلم ويا المباراة. نبغي هجوم بزيادة، نبغي دفاع بزيادة، يا اخي الوينج باكس من بدال مزروعي ودالة تقدر تحطهم غارناتشو، ممكن اما ديالو تقدر تحطه هناك انه يدافع لك ويهاجم، انه يكون كأنه وسط، وسط على اليمين ولا دفاع على اليمين ويتقدم لك لقدام. ففي وايد ادابتيشن يقدر يسويهم، وهو من كل اللي اقرا عنه يقدر يتأقلم ويا المباراة، يقدر يغير فيها. يعني كان براغا اخر مباراة لهم في سبورتينج ضد براغا كانوا في نص المباراة، يعني كانوا خسرانين 2-0، بعدين الشوط الثاني غيروها 4-2. من منو؟ انا بقول لك من المدرب. يعني ابسط شيء، كيف اللعيبة بيكون خسرانين 2 بس منهم ما غير ولا شيء تستوي 4؟ ما شفت المباراة بس هذا تحليلي. وثالث ايجابية، الايجابية اللي المدرب بيكون متحمس لها واللي بيكون نحن المشجعين متحمسين لها، ان النادي ان الادارة لازم غصبا عنهم بيدعمون المدرب في الانتقالات. نفس ما قلنا الادارة اول مدرب يجيبونه للنادي اللي هو روبن امرم، فلازم يبونه ينجح، فما بيقدر نقول لا ما نقدر نجيب لك هذا ما نقدر نجيب لك هذا، لازم يدعمونه عشان هم يكون شكلهم زين. بعد الادارة لازم تكون شكلها زين، واول مدرب لهم لازم يكون شكلها زين، فاذا تبغي الدعم حقه عشان تنجح لازم يكون موجود. فهذه ايجابيات المدرب، هذه الأشياء اللي تستانس لها، هذه الأشياء اللي متحمس لها. لكن أكيد في سلبيات، أشياء اللي مو متأكد منها، أشياء ممكن خايف منها، أشياء ما تجيب لك الثقة. أنا الشيء الوحيد اللي أفكر فيه وايد واللي ما يعطيني ثقة في الفريق، مو بلأن المدرب ولا مو بلأن الإدارة، ولا الإدارة كانت الجليزرز عندهم وايد مشاكل ويا الفريق، ولكن الحين إنيوس عندهم يسوون أشياء زينة، بس بعد ما أشوف الإدارة ولا المدرب هم المشكلة. أكبر مشكلة أنا أشوف اللاعبين،
فأي مدرب يجي والحين روبن أمرم سلبيته، هل بيقدر يطلع لعيبة عندهم مستوى عالي وكونسيستنت؟ لأن إذا نبغى نفوز ل 2028 لازم يكونون كونسيستنت. شفنا إيريك تن هاغ في أول موسم له كان شوي بادي على الكونسيستنسي، يلعب على مستوى عالي. راشفورد شفنا كيف رجع راشفورد هي. فالحين روبن أمرم هل تقدر تحفز الفريق إنه يلعبون لك وأنت تتأقلم معاهم؟ هل تقدر تسوي هالشيء؟ أنا ممتن، لأن المنظومة غير، 3-4-3 المتطلبات من المدرب غير. هل اللعيبة بيقدرون يوفرون طلبات المدرب أو لا؟ أنا هذا أجل شيء مخوفني الصراحة. مو بلازم نتكلم عن الإصابات، لأن لو أقول مزروعي بدالة انصاب وخلاص ما عدنا لفت وينج باك ولا رايت وينج باك، وشو بتسوي الحين على المدرب؟ ففي وايد مشاكل من هذا، بس هي أهم شيء هل بيقدر يحفز الفريق، هل بيقدر يطلع مهاراتهم، ولا بالملخص لعيبة يبالهم تغيير. فالحين بعد كل اللي تكلمنا عنه، هل روبن أمرم يقدر يفوز بالدوري الإنجليزي بدون 4 سنين لين 2028؟ لأن خلينا نكون صريحين، لو روبن أمرم درب الفريق سنتين في السنة الثالثة ردوا وقالوا الحين في السنة الرابعة نقدر نفوز بالدوري، على الأغلب لا. فأنا أشوف الحل الوحيد للنادي إنه يفوز بالدوري الإنجليزي في 2028 أو لا حلول 2028، إنه لازم روبن أمرم هو اللي يسوي لك كل شيء. فهل يقدر ولا لا؟ إذا أبغى أكون صريح بقول لك لا، إذا أبغى أكون منطقي بقول لك تريوا عليه شوي، خلينا نشوفه لين جانوري على الأقل عشان نشوف المدرب كيف يتأقلم ويا اللعيبة. هل بيضطر إنه يدافع أزيد من إنه يهاجم، ولا دفاع بس 3 سنتر باكس وهجوم كله؟ لأن نحن وش قد مهاجمين هذا. فكيف بيقدر يتأقلم يا الفريق؟ ممكن هذا اللي بيخليني يا أني أتحمس 4 سنين أن نقدر نفوز بالدوري أو لا ما نقدر نفوز بالدوري. جوابي الحين لا، ما نقدر نفوز بالدوري ل 2028، لأن شو من مدرب بيجي؟ اللعيبة نفسهم. أنا كانت عندي ثقة كبيرة بإيريك تن هاغ، ثقة بزيادة، لأن شفته أول سنة شو كان يسوي، كيف غير الفريق، كيف كان عنده الديسيبلين، كيف كان عنده الرولز، ما حد يقدر يخرب أي رولز هو كان عنده. يعني يقول مثال، أول مباراة خسروا فيها خلى كل اللاعبة يركضون، لأن هم كانوا راكضين أقل من الفريق اللي ضدهم كم كيلو، 18-20 كيلو زيادة الفريق اللي ضدهم ركض زيادة عنهم، فهو ركض معهم 20 كيلو زيادة بعد المباراة على طول بدون راحة. فأنا هالشيء ممكن الوحيد اللي خلاني هذا المدرب اللي بيحط الديسيبلين، بيخليهم يشتغلون، بيخليهم يركضون، يحطون الجهد، مو بس احنا اللعيبة افضل المفروض نفوز له خسرنا المدرب هذا كشغة، لا بيعطيهم رولز. وشفتوا راشفورد بعد اكيد كان متأخر دقيقة على الترينينج، فخلاص المباراة الجاية ما بتلعب او ما حطها في الستارتينج لاين اب، فكان حاط رولز. وانا كنت اعتقد ان هذا هو اهم شيء اللي يحتاجونه اللعيبة، اللعيبة كان يحتاجون ينضبطون، وإيريك تن هاغ حط هالشيء. فانا كنت اشوفه لازم يستمر، لكن استوت مشاكل كبيرة وما قاعد يفوز فاضطروا انه يقيلون. بس المدرب كان عنده وايد من الاشياء اللي الفريق كان يقدر ينجح فيهم، يعني مستحيل تتخيل انه يوصل للثامن في السنة الثانية ولا في السنة الثالثة يكون الـ14 يعني. لكن ما اشوف المشكلة كلها من تن هاغ، لان اشوف المشكلة من اللعيبة. ممكن قاعد ارجع لتن هاغ واشوف المشاكل اللي كانت عنده، لان بالملخص كل مدرب بيجيلك بيحمسك للفريق، وروبن أمرم جاي فأكيد بيحمسنا للفريق. فأنا متأكد بدايته بتحدد لنا أو بتحط الإكسبكتيشن إن هل نقدر نوصل نفوز على السيتي، نفوز على ليفربول، نفوز على أرسنال ونوصل للدوري الإنجليزي أو لا. إذا نبقى نشوف السيتي هالفترة قاعدين يخسرون، ليفربول ويا أرنسلوت شكلهم بيفوزون بالدوري، يعني كلامنا الحين في نوفمبر يعني بعدنا، وارتيتا ويا ارسنال يعني مو بلا هناك. تخلونا من كل هذا، انا بقول لكم هالشيء، انا هالسنه ويا روبن أمرم مو بهدفي الشامبيونز ليج، انا مو بهدفي ان نوصل للتوب فور. واذا كنت ابغى اشوف ان 2028 بناخذ الدوري ولا لا، انا ابغى اشوف روبن أمرم يتحكم في الفريق، يبين صورته
عن الفريق كيف يبغيهم يلعبون، يتكلم ويا الإعلام بشكل واضح وصريح كأن أنا ويا لعيبتي ضد كل حد ثانيين على قولتهم. بالملخص أبغى أشوف لنهاية الموسم فريق متكامل متجانس، اللعيبة واثقين من المدرب، المدرب واثق من اللعيبة وشو يبغي منهم، الإدارة تجيب اللعيبة اللي روبن أمرم يبغيهم واللي بتفيد الفريق، ونحتاج طبعا الإصابات ما تبهدلنا وتخرب كل هذا. لكن أقولها من الحين، إذا وصلنا للتوب فور كنا متأكدين من روبن أمرم بنى منظومة فريق وهو الإدارة كانوا منسجمين ويا بعض، أداء البرفورمانس مو بس النتائج البرفورمانسز، أنا أقول منفوز بالدوري الإنجليزي، يمكن مو في 2028 إذا تم، يمكن 2029 مو في 2028، بس أهم شيء عندي المنظومة مو بالنتائج بس، لأن أتوقع مع كل الصراحة أتوقع بنوصل للشامبيونز ليج هالسنة. أدري صعب إن نقول الحين ونحن كم 13 بعدنا هي يعني شكلنا ما يطمن في الدوري، يعني انت 13 في الدوري تقول انه بنوصل للتوب 4 يعني اوكي، بس هذا توقعي، واذا وصلنا للتوب 4 برفورمانس موجودين ان شاء الله بنفوز بالدوري الانجليزي في المستقبل القريب. وبس هذا اللي كان عندي، فهي هذا اللي كان عندي. وهويلاند نبغى نشوفك سجل جول، لان ربنا امرن بيلعب عليك، بيعطيك فرص سجل أقوال ولا لا، إذا ما بتسجل أقوال أتوقع بيجيبون مهاجم ثاني يعتمدون عليك كهجوم. غير عنتي شكرا على المشاهدة، وإذا كان عندكم رأي هل منفوز، هل منفوز بالدوري الإنجليزي 2028 ولا لا، سؤالي حقكم أبغيكم تجاوبوني في التعليقات. شكرا على المشاهدة، دقيقة شوف شكرا على المشاهدة، لكن إيش رأيكم في الستة، حسوا زين ما بزين، حسه زين وخادي شوي طاحت بس مشوها وشكرا. كان عندي سيزن تيكت يعني في أول ترافورد، كان عندي سيت في أول ترافورد، يبغي يشوف كل لاعب شو اهتماماته، يبغي يعرف عنهم كلهم،